السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده الحقيقه تحقيق امريكي خطير جدا، بيتكلم على شبهات في تورط الحكومه المصريه عن طريق شركه تبعها في الولايات المتحده الامريكيه في رشوه سيناتور في الكونجرس ومراته. ايه الحكايه؟ ايه القصه؟ موقع ان بي سي الامريكي بينشر تقرير بيحتوي على معلومات مهمه جدا، بيقول ان السيناتور بوب مينديز في لجنه العلاقات الخارجيه في الكونجرس الامريكي هناك تحقيق من الاف بي اي عن تورطه في الحصول على رشوه او هدايا او اي حاجه، سميها اي حاجه، بس المهم ان هو خد حاجات قانونا في الولايات المتحده الامريكيه ما ينفعش ياخدها، عربيه مرسيدس بنز وشقه ومجوهرات لزوجته. خدها من مين؟ خدها من شخص مصري قبطي في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه وائل حنا. وائل حنا ده بيدير شركة اسمها إسلامك إيجيبت حلال ميت، اللحمة الحلال. وإن القصة بتقول إنه في شبهات إنه الراجل ده دفع الحاجات دي أو إدى الهدايا دي لمرات السيناتور اللي هو أصلاً بتربطه بيها زمالة قديمة جداً حتى من قبل ما هي تتجوز السيناتور بوب مينديز، وإنه في شبهات فساد، وإنه القانون الأمريكي بيقول ان السيناتورز يعني وظيفتهم ممكن يعمل لقاءات رسميه وغير رسميه، ينظم اجتماعات ايفنتس، يقابل ناس، لكن مش قانوني انه ياخد هدايا متعلقه باي حاجه ليها علاقه بالشغل او بالصفقات او بالكلام ده كله. السجل الضريبي لبوب مينديز لم يشر الى انه تلقى الحاجات دي، ومع ذلك هناك تحقيق امريكي في القصه. اللافت للنظر ان هو بوب مينديز متحدث باسمه رد على الصحيفه وقالوا يا جماعه ما فيش عندنا اي حاجه، وكل دي ادعاءات كاذبه، وكل دي حاجات يعني هيخرج منها السناتور بوب مينديز من غير اي مشاكل. في قضيه فساد كبيره كانت متعلقه بالراجل ده، بالسناتور ده اللي هو عضو في لجنه العلاقات الخارجيه في الكونجرس من 5 سنين، قضيه فساد برضو وتم تبرئته منها منذ فتره. التقرير بيقول ان الراجل ده في اللجنه اللي هي مسؤوله عن امداد الحكومه المصريه والنظام المصري بالمساعدات العسكريه السنويه اللي هي 1,300,000,000 بشكل سنوي، هل في علاقه ما بين ده وده؟ انتوا عارفين الكلام اللي زي كده والتقارير اللي زي دي ما بتديش حكم، لان لازم تحقيق الاف بي اي يخلص، لازم يصدر حكم عشان الناس تبدا تتكلم. القصه بتعود الى العام الماضي في اكتوبر ونوفمبر من عام 2022، نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقرير مطول ونقلت عنها ميدل ايست اي وصحف اخرى ان هناك تحقيقا امريكيا فيدراليا بقيادة الاف بي اي تجاه السيناتور بوب مينديز وتجاه شركة اسلامك ايجيبت حلال برئاسة السيد وائل حنا. الامر متعلق بدفع رشاوى واعطاء هدايا للسيناتور ولمراته لتسهيل بعض الامور للشركة في سوق اللحوم الحلال في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في دول أخرى. القصة الحقيقة لما تقراها بتلاقي تفاصيل غريبة جدا، بتلاقي إنه الشركة دي أنشئت أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية في 2017 وكانت شغالة في العقارات، وما كانش ليها أي سجل كبير، وما كانش ليها أي معلومات، ما كانش عنها أي معلومات كتير إن هي شغالة في موضوع اللحمة الحلال وتصدير اللحمة الأمريكية لمصر. فجأة في مايو 2019 الحكومة المصرية دون سابق انذار بتتخذ قرار غريب جدا، بتلغي التعاقد مع 7 شركات بتورد او بتصدر اللحوم الامريكية ومن امريكا الجنوبية تحديدا من البرازيل الى مصر، بتسحب الشهادة بتاعت الترخيص بتاعتهم اللي هي ترخيص اللحمة الحلال، وبتمنحها لشركة مغمورة اسمها شركة ISEG حلال او اسلامك ايجيبت حلال، لتبقى الشركة دي بس معها الاحتكار بتاع سوق اللحمة الحلال في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد فترة منحتها كمان الاحتكار بتاع تصدير اللحمة من أو استيراد اللحمة من البرازيل. فجأة الدنيا اتقلبت في مايو 2019، بدأت الناس كلها تتكلم يا جماعة في خسائر على الشركات التانية. في الوقت ده موقع مدى مصر نشر تحقيق استقصائي عظيم جدا الحقيقة، معلومات كتير من اللي هقولها في الفيديو نشرها موقع مدى مصر في 2019، كان عنوانه ولأن الحلال أفضل سنحتكر، فلأن الحلال مربح أكثر سنحتكر، يعني طالما اللحمة الحلال هنكسب منها فإحنا هنحتكر يا جماعة. إيه الحكاية؟ ودي التفاصيل المثيرة في القصة الحقيقة. الحكومة لما أعطت الشركة دي
حق الاحتكار او الشهاده بتاعت اللحمه الحلال، الدنيا اتقلبت. فنقابه البيطريين تقدمت ببلاغ للنيابه العامه بتتهم الحكومه بالفساد، وبتقول ان القضيه دي فيها شبهه فساد كبيره جدا وما ينفعش تعدي، لان انت جبت شركه مالهاش سجل اصلا ولا تاريخ في موضوع اللحمه الحلال، وسحبت الترخيص من 7 شركات واديتها هي بس الايه القصه دي. المشكله ان البلاغ ده كان بيتهم الحكومه انها بتحابي الشركه دي عشان حاجه تانية، عشان تقارير تانية بتقول ان الشركه دي شركه اسلاميك ايجيبت حلال دي ليها علاقه بالحكومه. ايه يعني الحكومه منها فيها؟ والله ده اللي باين من التقارير. مدى مصر اثبتت في التحقيق بتاعها انه وائل حنا ده بيترأس شركه تانيه اسمها ميدي تريد. شركه ميدي تريد دي تدخل على الموقع الرسمي ليها هتلاقيها شركه موجوده من سنه 1979 وشغاله في التجاره وشغاله في الكلام ده، نشطت جدا في ال10 سنين اللي فاتوا سبحان الله، يعني يا ما حسن الصدف، وبدات تستحوذ على عقود كتيره جدا في موضوع اللحمه، في موضوع الدواجن، في موضوع بتدخل حاجات من بره بشكل فيه اعفاء من الجمارك. المدير المينا بتاع اسكندريه اتكلم على قضيه كبيره جدا في 2016 ليها علاقه بشركه ميري تريد. وبعدين بنكتشف انه صحيفه النبأ بتنشر تقرير في سنه 2016 بتقول يا جماعه الخير شركه ميري تريد هي شركه مملوكه لجهاز المخابرات العامه المصريه. يعني المخابرات العامه بتمتلك شركه اسمها ميري تريد. ميري تريد دي رئيسها وائل حنا اللي هي بتنسق مقرها، بالمناسبه ميري تريد هو نفس مقر شركه اسلاميك ايجيبت حلال هناك في الولايات المتحده الامريكيه، رقم تليفونها هو نفس رقم شركه ميري تريد، رئيسها التنفيذي هو نفس الشخص وائل حنا وهو مصري من اقباط المهجر، هو الرئيس التنفيذي لميري تريد المملوكه للمخابرات العامه وفقا للنبأ ومدى مصر، و هو نفسه رئيس شركة اسلاميك ايجيبت حلال اللي هي خدت عقود الاحتكار كلها بتاعة اللحم الحلال من 2019، واللي هي دلوقتي في شبهات انها تورطت في دافع رشاوى لسيناتور اسمه بوب مينديز في الولايات المتحدة الامريكية. الغريب انه في محامي اسمه انترينج اصلاينان ده هو شريك وائل حنا في شركة اسلاميك ايجيبت حلال، واللافت للنظر ان مدى مصر كانت بتقول ان الراجل اترنيانج ده هو محامي مقرب من السلطات المصريه، بل مثل السلطات المصريه في قضيه فيها تحكيم على مبنى دبلوماسي ومصر خسرت القضيه، فهو محامي الحكومه المصريه بتوكله عنها في بعض القضايا وبيخسر. فاحنا عندنا شركه مملوكه للمخابرات، الشركه المملوكه للمخابرات دي عملت شركة تانية أو اتعمل أو ساعدت في إن شركة تانية تتعمل في 2017، ادتها حق الاحتكار في 2019 فجأة بدون أي مقدمات. الرئيس التنفيذي للشركة وائل حنا من أقباط المهجر ومعاه محامي، المحامي ده كان بيمثل الحكومة المصرية في قضية تانية. القصة كلها دلوقتي إنه التحقيق بتاع NBC بيقول إحنا بعتنا للحكومة المصرية، بعتنا للخارجية المصرية، بعتنا للسفارة المصرية في واشنطن، إحنا عايزين نعرف الحكومة المصرية ليها علاقة بالشركة دي ولا لا؟ الحكومة المصرية ادت العقد للشركة دي عشان حاجة معينة ولا لا؟ هل في قضية فساد في مصر ليها علاقة بالشركة دي ولا لا؟ لو ثبت الكلام ده فإحنا هنا أمام قصة تتعلق بقضية فساد حكومية، إن في حكومة دولة أجنبية بتعمل شركة في الولايات المتحدة وبتدفع رشوة لسيناتور في الكونجرس ومراته. ده العنوان العريض للقضية عشان تبقوا انتم معانا في الصورة، يعني ان لو ثبت ان الحكومة المصرية فعلا دي شركة مخابرات وعاملة الشركة دي وبتديها الاحتكار وفي شبهة فساد هناك في مصر، اولا الشركة دي تقع تحت القانون طبعا، وائل حنا متحدث باسمها ومتحدثة باسم الشركة عنده، قالت ما فيش الكلام ده، احنا مالناش علاقة بأي حاجة، ما دفعناش أي حاجة، واحنا يعني أبرياء من هذه التهم. لكن التحقيق الحقيقة مثير للانتباه جدا، وواضح ان القضية مكملة بشكل أو بآخر ومش هتخلص يعني إلا لما يتم إثبات هل الحكومة المصرية فعلا متورطة ولا لا. بس الكلام اللي مدى مصر قايلاه، اللي النبأ قايلاه، إن شركة ميدي تريد اللي هي عاملة يعني الشركة بتاعت إسلامك حلال دي أو إسلامك إيجيبت حلال هي مملوكة للمخابرات العامة المصرية بشكل كامل. هتابع معاكم تفاصيل القضية دي لو فيها أي مستجدات، لسه مش حد تقريبا اتكلم فيها يعني، لكن التجميعة بتاعتها بالشكل ده
بصراحة تجميعة مثيرة جدا. المخابرات العامة عندنا يعني بتحتكر سوق الحلال عن طريق شركات بره وبتحاول ترشي، مفيش تهمة واضحة، لكن ده اللي ورد في تقرير NBC. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، سبسكرايب للقناة، فعل الجرس عشان توصلك كل الإشعارات، ونشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.